ما حكم صيام شهر الحمد لله أسأل ماذا؟ نعم واجب ركن من أركان الإسلام، ما الدليل على فرضية صيام شهر رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني لا يمكن أن ينكر فرضية صيام شهر رمضان مسلم. الذي ينكر فرضية الصيام أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية يكفر، إلا إذا كان حديث عهد الإسلام لا يعلم يعلم إن رجع تركنا، وإن أصر هذا كفر أكبر، لأنه كيف ينكر الصيام؟ نعم هناك فرق بين إنكار الصيام وبين ترك الصيام لا يصح. طيب ما الحكمة من الصيام؟ لماذا نصوم شهر رمضان؟ لماذا؟ لماذا أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا نصوم؟ لماذا نصوم؟ نعم الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون، لأنك الآن عندما تصوم ما يراك أحد أحيانا عندما تدخل البيت إلا الله، فلا تأكل ولا تشرب ولا تأتي بمفسدات الصيام، تتقي الله تخاف من الله. نعم هذا حكمة من الحكم. غير ما الحكم؟ نعم. تعويد النفس على الصبر. تعويد النفس على الصبر، تعود نفسك أن تصبر وجاهد النفس والشيطان والشيطان عصمه. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر على ما؟ صبر على طاعة الله بأن يصوم، وصبر على معصية لا يجتنب مفسدات الصيام، وصبر على أقدار الله. قدر الله عليكم في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ 20 ساعة تقريبا، فهذا أمر كتب الله عليك، ماذا تصنع؟ تصبر ولا قد. طيب هذا الحكمة الثانية. نعم الشعور والإحساس بأخي المسلم الذي لا يجد قوة يأكل الإحساس، والأمة الإسلامية أمة واحدة تشعر بما عليه الفقير، تمر عليه الساعات الطوال ولا يجد شيء، لا طعام ولا شراب، ولهذا تشرع الصدقة في رمضان، وكذلك يجب على الصائم إخراج زكاة الفطر لإغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. نعم فتح الله. هذا الثالث. من يذكر يا رب؟ تدين كذلك أن الآن الإنسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمة الله عليه، ليل نهار وهو يأكل ما شاء الله ما لذ وطاب، فهو يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الخامس بط النفس، أنت عبد، العبد ليس له إلا أن يقول سمعنا وطعنا، لا يسأل عما يفعله من يسأل. هذه العبودية فيها عزة ويفعلك، أما هذا الذي يقول أنا حر، كل من يقول أنه حر هو في الحقيقة والله عبد للشيطان، صحيح؟ عبد للهوى للشيطان. فهذا يقول تقول أنا مصوم، قال أنا حر، حر تعبد للشيطان، أنت محارب لرب العالمين، هل حرية؟ والله هذا عبد للشيطان، أطعنا طاع الشيطان. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره قال أذلنا الله. إذا الحكمة الخامسة أترك الفاعل، إحنا نريد نتكلم في جانب الشريعة، الشريعة كل خير. طيب إذا الأمور خمسة من يعيدها علي؟ الحكمة من الصيام التقوى، تهذيب النفس، تهذيب النفس، التعويد على الصبر وعلى الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله، حسب
الإحساس بحال الفقراء والتصدر عليه. التفرغ لعبادة الله وحده لا شريك له. شكر النعم. والرابع أنك عبد ليس لك اعتراض. تقول صيام رمضان تقول أصوم. تصلي الفجر ركعتين تصلي. تجرم الفجر وتجرم الظهر تقول أنا عبد. ليس لي أقول سمعا سمعنا الله. طيب.